بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. كيف الصوت كويس؟ تمام التمام كل شيء دكتور. طيب اليوم إن شاء الله رايحين إحنا نبدأ بوحدة جديدة اللي هي الوحدة الثالثة، واللي بتحكي عن الترانسبورت لير أو طبقة الناقل. هاي اللير هي من أهم الطبقات اللي موجودة بالتي سي بي اي بي سوت أو بالاي او اس سوت أو موديل، وهي ضرورية جدا لإتمام عملية انتقال الرسائل ما بين السورس وما بين الديستنيشن، أو حتى يتم عملية التخاطب ما بين تو هوست. الآن رايحين نغطي هذا الموضوع في أجزاء، وكل جزء رايح يأخذ عندنا تقريبا محاضرة. رايحين أول شيء نبلش بمقدمة، رايحين نحكي عن الخدمات اللي بتقدمها الترانسبورت لاير، ومن ثم البروتوكولات بشكل عام التي يتم استخدامها اللي هو هاي اللاير أو هاي الطبقة. طبعا رايح يكون في عندنا ميلي تو بروتوكولز اللي هي اليوزر داتا جرام بروتوكول اللي هو اليو دي بي، وراح يكون في عندنا اللي هو الترانسميشن كنترول بروتوكول اللي هي تي سي بي، ورايحين نفصلهم بشكل بحيث انه يصير البروتوكولات تاعي، وخصوصا للطلاب اللي تخصصهم شبكات، يصير المفهوم حول هاي البروتوكولات واضح من حيث الخدمة اللي بيقدمها كل بروتوكول ومكونات هذا البروتوكول. إذا رايحين نبلش بمقدمة، ومن ثم نحكي عن الـ UDP، ومن ثم نحكي عن الـ UTCP. الـ Transport Layer Service اللي هي أول شيء نتعرف على موقعها داخل اللي هي الـ TCP/IP Model. لاحظوا عندنا في عندنا اللير أخيرة اللي هي اللير رقم 5، وأحيانا بتأخذ اللي هي اللير رقم 4 لما يكون في عندنا الداتا لينك لير والفيزيكال لير مدموجات بلير واحد، ومن ثم بيجي عندنا رقم 2 اللي هي النتورك لير أو رقم 3، رقم 4 اللي هي الترانسبورت لير أو رقم 3، وآخر شيء اللي هي رقم 4 أو رقم 5 اللي هي الابليكيشن. يعني حسب ترتيبهم لا تخربطوا به. إذا اعتبرنا أنه في بعض على سبيل المثال زي الإنترنت، لما نتعامل مع الإنترنت نتعامل مع الداتا لينك والفيزيكال لير as one layer. Next لير الثاني تيجي نتورك لير، ثم الترانسبورت لير، ثم الابليكيشن لير. المهم انه من حيث الترتيب تاتي مباشره بعد اللي هي الابليكيشن لير او قبل الابليكيشن لير، تاتي بعد الابليكيشن لير في طرف المرسل، وتاتي قبل الابليكيشن لير في طرف المستقبل. ليش؟ لأنه قلنا إنه الرسائل يتم اللي هي تكوينها في الابليكيشن لاير في طرف المرسل، وبالتالي بتكون السكند لاير اللي يتم التعامل معها في طرف المرسل اللي هي الترانسبورت لاير، بالطرف المقابل اللي هو المستقبل رايح تكون العملية عكس. إذا الترانسبورت لاير located between network layer والapplication layer، هذا موقعه ثابت لا يتغير
والواجبات تبعاته بتكون مبنية بناء على الموقع اللي بتكون متوسط ما بين اللي هي الابلكيشن لير والنتورك لير. طيب شو الريسبونسابيلتي تبعته؟ شو المسؤولية تبعت هاي اللير؟ طبعا الريسبونسابيلتي يتم تحقيقها من خلال اللي هو ايش؟ من خلال اللي هي البروتوكولات اللي بتكون موجودة في هاي الطبقة. إذا the transport layer is responsible for providing services to the application layer. طبعا هاي أخذتوها بشبكات الحاسوب واحد بأول محاضرة في الليرات، قالوا لكم إنه كل layer بتقدم خدمة للليير اللي بعدها، يعني الترانسبورت لاير بتقدم الخدمة لمين؟ للابلكيشن لاير، وبنفس الوقت بما انها رايح تقدم خدمة اذا يفترض انها تتلقى خدمة مشان تتم العملية، تتلقى خدمة من اللي هو النتورك لاير. اذا النتورك لاير تقدم خدمة للترانسبورت لاير، ترانسبورت لاير تقدم خدمة للابلكيشن لاير. عملية تقديم الخدمة من لاير للاير تعتمد على البروتوكولات اللي موجودة في هاي اللاير. طيب الآن بنيجي بنعرف شو الفرق ما بين الهوست كوميونيكيشن اند بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن. إذا بتتذكروا بالشابتر السابق أو الوحدة السابقة كنا نسولف عن اللي هي البروسيس اللي بتكون موجودة بالابليكيشن لاير، how it communicate with another process موجودة ما بين السيندر وما بين الريسيفر. طب الآن بدنا نتعرف على مصطلح قبل ما نخش بالتفاصيل كاملة، إنه كيف في الفرق ما بين لما يكون منقول التخاطب أو الاتصال ما بين two hosts وما بين اللي هو the process to a process in أو on two hosts أو at two hosts. الآن computer to computer level لما يكون الاتصال والبروتوكول بغطي وبشرح لنا وبوضح لنا بورجينا كيف عملية الاتصال ما بين كمبيوتر وكمبيوتر، هاي العملية بنسميها host to host. host to host وقلنا لكم انه الهوست يعني الان ديفايسز، والان ديفايسز يعني يا بكون اللي هو سيرفر يا بكون كلاينت، يا بكون سيرفر يا بكون كلاينت. كلاينت معناته الكمبيوتر، بكون بمختلف انواع الكمبيوترات اللي ممكن انت تتخيلها واللي موجوده عندنا حاليا على اللي هو مستخدم. طيب ننتقل للتعريف الثاني. الان في عندنا لما سولفنا لكم بالوحده السابقه عن الابلكيشنز لما يكون موجودة بالابليكيشن لاير، وشرحنا لكم ورجيناكم البروسيس ورجيناكم عملية العنوان للبروسيس اللي بتاخذ اللي هي ثلاثة عناوين رئيسية يتم من خلالها تمييز البروسيس عن البروسيس. إذا for each application إذا بنفتحه مرة واحدة وبنتخاطب مع الجهة الثانية يكون لي بروسيس، لكن نفس التطبيق إذا فتحناه أكثر من مرة في نفس الوقت يكون each one have special process to communicate with another process. ليش؟ لأنه قلنا لكم في عندنا عملية العنوان والتخاطب. أنت فتحت على جوجل، فتحت على السيرش إنجن، وديت ثلاث طلبات بثلاث تابات مختلفة، كل واحد بده يجي رد. الردود هاي تأتي على البروسيس اللي تحمل عنوان خاص بها اللي هو قلنا ايش؟ قلنا هو عبارة عن عنوان ايش يا شباب؟ مين متذكر؟ شباب
دكتور. شو انا سالت عن ايش؟ انا ما سالت عن شيء. انا ما سالتش عن شيء. لا انا بقول انا ما مش منتبه والله سايق ومش منتبه بصراحه السؤال. يلا بتعرف تدبك وانت سايق؟ ادبك؟ لا يا زلمه مش لهالدرجه. لا مش لهالدرجه ولا نفسها. اذا عمليه الاتصال between two processes في الها uniquely يعني تتميز ب اللي هو ال 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 port number للابلكيشن. قلنا لكم انه for each application number بكون في عندنا اللي هو unique port number، وهذا البورت نمبر يختلف من ابلكيشن لابلكيشن. وقلنا لكم اللي في كل كمبيوتر بيكون في عندنا العناوين اللي هو اللوجيكال ادريسز اكثر من 65000 عنوان، في منهم ينقسم الى الويل نون بورت نمبر للمعينات حاليا بالوقت الحالي تبعنا لكل ابلكيشن، وفي عندنا الافيميرال بورت نمبر، وفي عندنا اللي هو بورت نمبر احتياط يتم استخدامه في حال ظهور ابلكيشن جديد. anyway اذا الان صار عندنا تمييز بسيط، فكره بسيطه شو الفرق لما نقول احنا هوست تو هوست او نقول بروسيس تو بروسيس. اذا البروسيس هي عباره عن ابلكيشن بروجرام، وين يتم تشغيله؟ هذا يتم تشغيله في طبقة التطبيقات اللي بتكون موجودة، وين بتكون شغالة الآن على اللي هو واحد من الهوستات، سواء كان سيرفر أو سواء كان كلاينت. يعني العملية الفرق بينات شعرة بسيطة لكن هي مميزة، لأن عملية الاتصال ما بين الهوست تو هوست هي كمبيوتر تو كمبيوتر، لكن البروسيس تو بروسيس ما بين ابليكيشن تو ابليكيشن، والبروسيس ساي هي عبارة عن بتكون هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن ابليكيشن بروجرام يتم تشغيله وين؟ بالهوست بطبقة التطبيق. وهاي مشان التأكيد حركت الفيه على اساس انه خلاصه القول مشان تفرقوا ما بين اللي هو البروسيس تو بروسيس وما بين الهوست تو هوست. الان النتورك لاير نرجع لها is responsible for communication at the computer level. اذا النتورك لاير اللي بتيجي قبل الترانسبورت لاير واللي بتاخذ الترقيم رقم اللي هو لنفترض انه 3، وبعديه بتيجي الترانسبورت لاير بتاخذ الترقيم 4. اذا يتم فيها العمليه اللي هي الاتصال ما بين هوست تو هوست، يعني ما بين تو كمبيوترز على الكمبيوتر ليفل. الان النتورك لاير بروتوكول كان ديليفر ذا مسج اونلي ات ذا ديستنيشن كمبيوتر اوف individual packets. It doesn't recognize any relationship between those packets. يعني الطرف اللي بيستقبل الداتا قاعد بيستقبل الباكيتات حسب اللي هو وصولها. وقلنا عملية الوصول يتحكم بها عدة عناصر، والعنصر الرئيسي اللي هو عملية الديلي اللي بيعاني منها الباكيت أثناء انتقاله من السورس للديستنيشن، اعتمادا على الطريق اللي بتسلكها الداتا ما بين السورس أو من السورس للديستنيشن. فلما تصل هاي الداتا هو غير معني كايش كنتورك لاير، غير معني، هو كان مهمته فقط عملية التأكد من إنه هاي الداتا وصلت. تأكد من أنه هاي الداتا وصلت. This is complete delivery. The message still needs to be handled to the correct process. This is where transport layer protocol take over. الآن بما أنه هو غير مهتم في عملية الوصول، شو الرسالة اللي وصلت، من هي الرسالة اللي وصلت، شلون الرسالة اللي وصلت، ما لهش علاقة، هو عبارة عن بوصل. الآن اللي بتأكد أنها وصلت
والآن بتأكد اللي عملية اللي هو رايحين نشوف كمان شوية الترقيم لكل رسالة بتتصل، خصوصا لما نصل لما نستخدم التي سي بي ترانسبورت لير بروتوكول برقمهم من الزيرو اب تو وات ايفر اللي هو عدد الباكيت، بتسلسل بيهن بتأكد منهم وصلن وحدة وحدة، واللي ما بتصلش برد يطلبها مرة ثانية وبتأكد انها وصلت، وإذا ما وصلتش برد يطلبها مرة ثانية وبرد يطلبها مرة ثانية. anyway الآن إذا الترانسبورت لير بروتوكول هي مسؤولة على delivery of the messages to the appropriate process. ليش؟ لأنه قلنا لكم كل process من هاي البروسيسات هي تابعة لي أنت لأبليكيشن أنت فتحته، لتطبيق أنت فتحته. الآن عملية التأكد إنه هاي الداتا وصلت للبروسيس بالضبط يعتمد على اللي هو the transport layer. The transport layer ensure that the whole message arrives intact and in order, overseeing both error control and flow control at the source to destination level. ورايحين نتعرف عليهم هذول برضو كمان شوي كيف اللي هو الفلو كنترول والايرور كنترول كيف يتم استخدامهم وكيف نعطي جاب اللي هي بسيطة فيما إذا ما وصلت رسالة وبرد نطلبها مرة ثانية وبرد نتأكد منهم. وعملية التوصيل لأنه إحنا قاعدين نستقبل اللي هو باكيت باي باكيت، معناته رايحات يخدم التسلسل الصحيح في عملية الوصول، نتأكد من إنهم وصلين كلهم للي هو الديستينيشن as they sent from the sender، لأن السندر ما بيودي الباكيت رقم 5 قبل الباكيت رقم 1، بوديهم بالتسلسل إذا بتتذكروا زي ما حكينا لكم بالوحدة السابقة، بودي الباكيت رقم 0 اللي ماخذ اللي هو تسلسل 0 بعدين 1 2 3 إلى آخره حسب ما إحنا قسمنا أو تم تقسيم المسج. وقلنا لكم المسج يتم تقسيمها إلى عدد متساوي من الباكيتس اللي هي السيجمنتيشن، عملية السيجمنتيشن هاي اللي هي رسمة توضيحية توضحنا لعملية الاتصال between two processes. في عندنا اللي هو على السندر سايز، في عندنا اللي هو البروسيسز خاطب مع البروسيسز. وقلنا لكم ليش في عندنا more than one process، ليش حاطين جمع البروسيسز؟ لأنه for one application ممكن إنه تفتح أكثر من tab، for each tab يكون مفتوح على process تستخدم process اللي هي the transport program، وهذا running at the اللي هو يتم اللي هو لعملية التشغيل تبعته، وبالتالي يكون for each tab اللي هو بيكون في عندنا process مختلفة تأخذ اللي هو بيميزها غير الماك ادرس والاي بي ادرس بميزه اللي هو البورت نمبر. اذا في عندنا هون اللي هو على مستوى الدومين اوف نتورك لاير بروتوكول، وهون في عندنا اللي هو الدومين اوف ترانسبورت لاير بروتوكول. على الترانسبورت لاير بروتوكول لاحظوا عندنا الدومين بين نتورك لاير بروتوكول بتكون بين تو ديفايسز، والدومين اوف ترانسبورت لاير بروتوكول بين اللي هو البروسيسز اللي بتكون موجوده. The most common way to achieve a process-to-process communication is through the client-server paradigm. A process on the local host called the client, وبالطرف الآخر نسميها اللي هي the process اللي نسميها the server. Both the processes, the client, the server have the same name. لأن مثلاً DHCP, Telnet يعني حسب الابليكيشن. يعني كمان مرة بنوضح وبنعيد، بنقول انه اذا احنا بدنا نتخاطب ما بين جهازين ضروري جدا انه الجهازين شو بشغلن يا شباب، شو بشغلن الجهازين حتى يتم التخاطب بيناتهم، شو بشغلن يا شباب؟ ما بشغلن شي شباب ولا بشغلن؟ بشغلوا بورتات يا دكتور، بشغلن نفس الابليكيشن. فكرتكم كلكم نايمين، ما لي الا في واحد صاحي معي، الحمد لله.
بشغلن نفس الابلكيشن بشغلن نفس الابلكيشن بشغلن نفس الابلكيشن. لهيك بنقول خلنا نقرا اخر سطر. Both the process client and server have the same name. Same name اللي هو DHCP. هذا DHCP اختصار لايش شباب؟ Dynamic Host Control Protocol. Dynamic Host. Dynamic Host Configuration Protocol. ممتازين. إذا حتى يتم التخاطب ما بين الـ two processes, the two computers have two operate the same application. لازم اثنين. يعني أوضح لكم إياها قريبة لقلوبكم كثير. إذا أنت بدك تسولف مع صاحبك على الواتساب، أنت لازم تكون شغال على الواتساب الآن في لحظة إرسال الرسالة، وهو بنفس الوقت شغال على الواتساب. إذا واحد منكم ما عندوش الواتساب، برنامج الواتساب على الكمبيوتر معناته أو على التلفون تبعه، معناته ما بتمش الاتصال. بالضبط هذا اللي احنا بنسولف عنه. لكن برضو برد أكد عملية البروسيسز لما يكون عندنا more than a process for the same application. يعني انت فاتح الـ FTP قاعد بتنزل أغنية، ورديت فتحت another one ونزلت أغنية ثانية، ورديت نزلت فيديو، والتاب الرابعة فتحت بيها بدك تسوي عملية أبلود لفيديو أنت مسجله وعجبك صوتك وغنيت أغنية وبدك ترفعها على اليوتيوب. الآن الأربعة تاب فتحات أربعة بروسيسز، والأربعة بروسيسز كل واحدة إلها إيش؟ إلها اللي هو Unique Ethermal Port Number، لكن كأبليكيشن إلو One Port Number. دان شباب وصلت الفكرة ألا ما وصلت؟ طيب وصلت دكتور وصلت. طيب الريموت كمبيوتر can run several server program at the same time just as several local computer can run one or more client program at the same time. أي تلخيص باللغة الإنجليزية. For communication sake we must define the اللي هو local host local process remote host remote process. Local host and remote host are defined using the IP addresses. هذا معروف متعارف بيناتنا، ما حد بيخفى عليه الامور هاي. الان local and remote processes are defined using اللي هو an identifier called اللي هي port number اللي سولفت لكم عنها قبل شوي. وال HTTP protocols with the port numbers are integers between 0 و 65535. احنا بنقول احفظها انت more than 65000 ports number. وين موجودات هذول؟ هذول الports number شباب موجودات في اي devices انت بتستخدمها. يعني السيرفر فيه 65535 فورس نمبر، السمارت فون تبعك فيه 65535 فورس نمبر، البي سي اللابتوب البدا وات ايفر ديفايسز يو يوز ات شود هاف ات شود هاف، مش يعني خياريا لا، ات شود هاف اللي هو 65535 فورس نمبر. ليش؟ لانه قلنا تنقسم الى ثلاث اقسام: الإفيميرال بورس نمبر والنون بورس نمبر واللي هو الاحتياطي البورس نمبر. الويل نون بورس نمبر اللي بتاخذها للبروتوكولات زي ما زلفنا سيفتي الفايل ترانسفير بروتوكول دايناميك هوست بروتوكول نمبر الايميلز، كل واحد له بكون ايش؟ كل واحد بكون اللي هو فورس نمبر خاص به. وفي عندنا ايضا اللي هو الإفيميرال فورس نمبر اللي مشان نستخدمها مع البروسيسز المختلفه اللي تكون فاتحه او تستخدم نفس اللي هو نفس التطبيق.
طيب الـ Addressing Force Number طبعاً هذولا حدثنا عنهم بالوحدة السابقة وقلنا The Client Program defines itself for the port number called اللي هي Ephemeral Port Number والـ Ephemeral Port Number is recommended to be greater than اللي هو يعني فوق الـ 1023 ليش نختار الـ Ephemeral Number اللي هو فوق الـ 1023 لأنه الأقل من 1323 هذول نستخدمهم للـ applications المتعارف عليهم حالياً وفي جزء منهم بسيط as اللي هو احتياط. طيب يعطيك العافية. الآن الـ Ephemeral Port Number is chosen randomly. يعني كيف يتم اختيار اللي هو الـ Port Number هذا؟ الـ Ephemeral Port Number. الـ Ephemeral Port Number بعد الـ 1023 يتم اختيار أي رقم. يعني الآن أنت فتحت اتخاطبت مع سيرفر الإيميل. وسكرت الايميل واخذت مثلا بالإفيميرال بورت نمبر اخذت as an active as an active اخذت رقم مثلا 2015 اوكي سكرته رديت اخذت تاب جديده فتحت تاب جديده الإفيميرال بورت نمبر ممكن يكون رقمه 5720 يعني كل مره انت بتفتحه يتم اختيار رقم راندوملي للإفيميرال مشان يمثل الإفيميرال بورت نمبر اوكي تمام دكتور. واضح لغاية تون شباب في حد عنده أي سؤال؟ واضح واضح كل شيء. طيب الـ IP addresses مقابل الـ port number شو الفرق بين هاي وبين هاي؟ قلنا إحنا عادة الموسوم إنه لأي جهاز في عندنا شغلتين اثنتين بميزنا اللي هو في عندنا عنوان متنقل متغير متحول اللي هو الـ IP address في عندنا الـ MAC address. الـ IP address مجرد ما أنت شبكت على أي شبكة بعطيك مباشرة للجهاز تبعك بغض النظر شو الجهاز اللي تستخدمه بعطيك IP address إذا قطعت الاتصال بالإنترنت أو بالشبكة اللي أنت شابك فيها وانتقلت على شبكة ثانية يعني أنت تستخدم راوتر بالدار بتأخذ IP address انتقلت على الراوتر اللي موجود داخل الجامعة بعطيك IP address ثاني للجهاز تبعك طبعاً في عندنا IP addresses بتكون ثابتة لكن لها استخدامات خاصة خلينا احنا في in general نسولف in general الـ IP address الـ MAC address للجهاز تبعك هو جهاز بيجي مطلوب من الشركة ثابت لا يتغير الآن نسولف عن الـ IP address مع الـ port number طبعاً الـ IP addresses اخذتهم بالتفصيل في بروتوكولات الشبكات المتقدمة وخذتها بالشبكات التأسيسية وقلنا اللي هو يتكون من 32 بت 32 بت مقسمات إلى 4 ديجيس والأربعة ديجيس إلى أخيري إلى أخيري وكل الآن الـ IP addresses port number play different role in selecting the final destination of data destination IP addresses defines the host among the different sources in the world يعني لما تكون انت تتخاطب جهازك مع جهاز صديق تبعك الـ IP address هو اللي بيميز كمبيوترك عن اي كمبيوتر ثاني ونفس الوقت كل رسالة يتم ارسالها من جهازك للجهاز الثاني اللي هو destination بتكون موصومة
بايش؟ بالاي بي ادرس. اذا ليش الرساله بتيجي لعندي انا لما تودي لي اياها ما تروحش لعند واحد ثاني؟ لانه انت بالرساله تبعتك الجهاز بحط اللي هو الاي بي ادرس تبعي والاي بي ادرس تبعك. الاي بي ادرس تبعك اللي هو السورس اي بي ادرس وال الاي بي ادرس تبع الديستنيشن اللي هو بكون موصوم برضه، لذلك بصل فقط لي اللي هو الي. After the host has been selected, the port number defines one of the process on this particular host. إذا لما يكون عندنا أكثر من process تكون فاتحة عندنا كل process بتأخذ اللي هو اللي هو port number خاص بها. أي عندنا مثلاً هون هاي الابليكيشن وهي الترانسبورت لير، لكن لاحظوا عندنا اللي هو في اللي هو السيرفر سايد اللي هو كيف العملية اللي هي البروسيسز اللي تكون موجودة عندنا في السيرفر سايد اللي هو الديستنيشن اللي عندنا اي بي ادرس 13 اللي هي ايش الرقم اللي هو البروسيسز، وثم بيجي عندنا اللي هو اللي هو الداتا اللي هو اذا 13 انا ماخذ ديستنيشن بورت نمبر وسلكت اللي هو البروسيس. هاي اللي هي في عندنا بالتفصيل كيف تتم عمليه وصل اللي هو الداتا اللي يتم ارسالها من خلال اللي هو البروسيس اللي بتكون فاتحه عندنا داخل اللي هو المرسل. البورت نمبر في عندنا كان الرينج اللي هي طبعا في عندنا الفورس نمبرز، في عندنا من 0 ل 1023، في عندنا من 1024 اللي هي الريجسترز 49015، ومن 49 و 152 ل 65535 هذول الباين مشهور للبرايفت، هذول يتم استخدامهم او تكون الموجودات كاحتياط. الان الأرقام ما بين 1024 إلى 49051 هذول المستخدمين إحنا ما بيكون الظاهرات عندنا بالإفيميرال فورس نمبر. الـ well-known port numbers are less than 1024. السوكت والأدرسز الآن ننتقل إلى موضوع أكثر وضوحاً مشان عملية التوضيح في عملية الاتصال هذه التوث بروسيسن. الترانسبورت لير بروتوكول بالتي سي بي سوت نيد بورت الاي بي ادرس والبورت نمبر حتى يتم الاتصال ويتم عنوانة الرسائل اللي يتم ارسالها ما بين السورس وما بين الديستنيشن. The combination of IP address and port number لاحظوا شو بوقت اسم جديد، وقت اسم جديد الاسم الجديد بنسميه اللي هو سوكت ادرس. كمان مره اذا البروسيس هو عباره عن بروجرام رننج ناو، البروسيس هو عباره عن بروجرام رننج ناو، باخذ البروسيس سايب تاخذ العناوين حتى توصل اللي هو شركه الداتا اللي يتم ارسالها من سورس للديستنيشن، بتاخذ اللي هو البورت نمبر والاي بي ادرس. البورت نمبر والاي بي ادرس بنسميهم اللي هو السوكت ادرس. الان the client socket address define the client process uniquely just as the server socket address define the server process uniquely. لا يمكن في نفس اللحظه لما يكون جهازين بتخاطب مع بعضهم البعض لا يمكن انه تتشابه نفس السوكت ادرس مع السوكت ادرس، مستحيل. اذا لكل بروسيس ليش مستحيل؟ لانه شباب قلنا لكم الرقم ها كبير، الرقم كبير ليتم اختيار منه اللي هو الإفيميرال بورت نمبر، اوكي؟ بما انه الرقم كبير ويتم اختياره عشوائيا اذا يعني احتماليه انه يكون متشابه ضعيفه جدا ويمكن انها تكون معدومه. مثلا الاي بي ادريسز هذا هون عندنا 223.56.8 والبورت نمبر بالطرف الاخر اللي هو 69 والسوكت ادرس التكوين كومبانيشن بينهم ما بينهم السوكت ادرس اللي هو 223.56.8 والاي بي ال سوري البورت نمبر اللي هو 69. هاي اللي هو عمليه وضع العنوان للسوكت.
Socket address to use the services of transport layer in the internet. We need a pair of socket addresses, the client socket addresses and the server socket addresses. إذا حتى تتم عملية الاتصال ما بين الطرفين لازم يكون في عندنا two addresses اللي هي the sender and receiver, the client and server. These four pieces of information are a part of network layer packet leader and the transport layer packet header. The first header contains the whole IP address. The second header contains the port number. زي ما قلنا هو بيصور اللي بالمحل. عملية الانكابسوليشن وديكابسوليشن. طبعا عملية الانكابسوليشن والديكابسوليشن بمفهومها العام اللي انت كشبكات بدك تفهمه. لما نقول انكابسوليشن معناته عملية كبسل. عملية الكبسل تتلخص بشيء بسيط جدا. انه احنا على الرسالة او على السيجمنت او على شكة الداتا وكيفر انت بدك اياها تسميها بنضيف هيدر حسب اللاير اللي بتمر منها الداتا. يعني لما تتحرك الداتا من الابليكيشن لاير لا اللي هو الفيزيكال لاير الايش لاير بكون عمليه اضافه لايش؟ اضافه للي هو هيدر وبتاخذ تسميه جديده. طيب خلينا نشوف الان الديكابسوليشن عمليات كثير. طبعا ديسنترلايزد فروم وان بروسيس هي اللي اخذناها بشكل عام الان للبروسيسات. From one process to another, the transport layer protocol encapsulate and decapsulate the message. لاحظوا عندنا كيف عملية الـ encapsulation and decapsulation وين لا اللي هي البروسيسات يخص الانتقال الداتا بيناتهم. الـ encapsulation happens on the sender side. When a process has a message to send, it passes the message to the transport layer along the pair of socket addresses. إذن اللي يتم وصمها شكلة الداتا او جزئية الداتا هاي يتم وصمها بشغلتين رئيسيات اللي هو الـ pair of socket addresses. شو هن الـ pair of socket addresses شباب؟